حلوين، وين جسدكم؟ فدية جديدة. عنوان الفدية لليوم: إذا غلطت مرة مثلك كيف نحل؟ يعني خد عدتك. أول شيء شو حنحتاج؟ ليموني جميلة. طبعاً أوريكم. أسف أسف. حم غلطت. يلا خلينا نجرب. طبعا هاي فدية سريعة، يعني هي خدعة مو خدعة. لما هاي كبير كتير، تعالي ساعدينا. لا أصور، أنا أصور. شوي هون. مثل ما شايفين طبعا هي عم تروح، بس انا خلينا نجرب هون. والله هاي مثل ما شايفين هي عم تروح شوي، ولكن اللي هو اللي صاير انه تملى الكتاب مي. الحمد لله هذا مو الدراسة الدراسة الثالثة، هذا الدراسة الثانية. يعني خلاص خلصنا، بس حبيت أوريكم كيف تشيلوا. طبعا أنا بلل الكتاب، يمكن نستخدمه والله ما بعرف. بتروح يعني التجربة ناجحة، بس ما تجربوا عشان لأنه بتوسخ الكتاب، بتمليه مي وكل شيء. وبس، سلام.